فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للبول وروث الحيوانات التي يجوز أكل لحمها، هل هو نجسة وتنقض الوضوء أم لا؟ بول وروث الحيوان المأكول طاهر، ولا يلزم إذا أصابك منه شيء أن تغسل ثيابك أو بدنك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهو محل ربضها عند المنام والمبيت، وهو لا يخلو من الروث ومن البول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولكن لا يصلى في معاطن الإبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وليس من أجل نجاسته بل لمعنى لا نعقله عند بعض العلماء أو هو معقول عند آخرين، وهي أن الشياطين أن الإبل خلقت من الشياطين فيكون في معاطنها تأثير من هذه الإبل التي خلقت من الشياطين، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطنها. وأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فإنه نجس كالبغل والحمار والهر ونحو ذلك. نعم. سألت أن تقول هل تنقض الوضوء، والجواب لا تنقض الوضوء، حتى الأشياء النجسة لا تنقض الوضوء، لأن النجس يجب غسله فقط ولا يجب الوضوء له. يقول إن بعض العلماء يرون أن بول ما يؤكل لحمه نجس، فهل لهم دليل؟ نقول نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره، قال إنه لا يستنزه من البول، وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم على في ذلك، لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، فيكون أل في البول للعهد، للعهد الذهني، ولأن بوله هو الذي يتلطخ به غالبا. أما بول ما يؤكل لحمه فهو نادر، لا يكون إلا لرعاة الإبل أو الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل. ونقول أيضا إنه قد دل الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم برسم ما أصابهم من ذلك. وأيضا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به. ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يمكن أن ننجس شيئا إلا بدليل واضح بين. إذن فالقول الراجح الصواب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو غير ذلك.